أهلا بكم وحلقة جديدة من أيام رمضانية. في 22 من رمضان وقعت عدة أحداث مهمة، منها بدء إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام السرايا النبوية في العام الأول من الهجرة. وفي 22 من شهر رمضان عام 8 هجريا حدثت غزوة الطائف بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. وفي مثل هذا اليوم 22 من رمضان توفي الإمام الحافظ أبي عبد الله ابن مجة القزويني صاحب سنن ابن مجة. وفي مثل هذا اليوم 22 من رمضان ولد الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات في محافظة سورات الهندية، والذي اشتهر بسبب مناظراته الدينية التي أسلم بسببها الكثيرون، وتوفي عن عمر يناهز 87 عاما بمنزله في جنوب إفريقيا. وفي 22 من رمضان أيضا ولد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس من بني أمية، ويعد عصره الذي امتد 50 عاما من أزهى فترات الأندلس قوة وحضارة. وفي مثل هذا اليوم توفي وزير الخارجية السعودية السابق الأمير سعود الفيصل عن عمر ناهز 75 عاما بعد معاناة مع المرض. نلقاكم غدا في 23 من رمضان وأحداث تاريخية أخرى.